تبليتي تبليتي باش تخالف القانون وغير دير شي حاجه مقاده. بعدا هاد الشركه اليوم هاد 6 مليون ديال الدم اللي غتمشي عن طريق المقاطعات هو السيروم باش تعيش، على غير الرباط باركينغ اللي كيعطوها السيروم باش تعيش، ما كتستافد منها الجماعه حتى حاجه. طيب اليوم كانت ندوة صحفية ديال الفرق العدو التمهيلية الثانية في هذه الولاية باش نسلطوا الضوء على واحد العدد من المشاكل اللي مرتبطة أساسا بالدورة ديال فبراير، وكان عندها ديال الماي عفوا اللي درت هذه في الأسبوع الماضي. فركزنا على ثلاثة ديال النقط. النقطة الأولى بلغنا الحضور بالتفاصيل ديال الدعاوى القضائية اللي رفعناها، هي جوج دعاوى باش تكون الأمور واضحة. ففريق العدل والتنمية يعني بوحدو اللي دار دعوة ديال إيقاف تنفيذ المقررات اللي كنعتبروا مقررات غير قانونية وغير دستورية، وطبعا يعني درنا دعوة أيضا في إبطال المقررات اللي دارت وبلغنا الناس بالمجريات ديالها. الحاجة الثانية تكلمنا على الخروقات اللي مرتبطة بالدورة. ملي كنتكلموا على الخروقات هذا خصنا نركزوا على واحد المسألة أساسية، لأن للأسف الشديد هذاك اللي كيسير وكيمكن له يخرق القانون هذا يمكن تنتظر منه أي شيء بعد ذلك، لأنه اللي ما كيحترمش القانون كأمور ديال التدبير، وهذا قانون ماشي سهل، هذا قانون تنظيمي كيجي في مرتبة الثانية بعد الدستور. عددنا الكثير من الخروقات، على الأقل تكلمنا في 7 ديال الخروقات اللي عمليا كتعطي هذه الدورة هذه راه يكون لها مش زعما متقوبة بالخروقات ديال القانون وديال النظام الداخلي. المسألة الثالثة تكلمنا على برمجة الفائض ديال 2022، وهذا الفائض فيه إشكالات، راه على الأقل تكلمنا في واحد 11 نقطة مفصلة وما كملناهمش، كاين نقاط أخرى اللي الوقت ما سمحش أنه نتناولوها، إنما نقول لكم باختصار زعما في هذا الموضوع. أول إشكال في هذا الشيء هو أنه السيدة الرئيسة المحترمة في شهر جوج كانت صرحت باللي الفائض الحقيقي هو 100 مليون ديال الدرهم، 10 دينار السنتيم. من جت في الدوره ديال مي قالت بانه الفائض هو 69 مليون و885 الف و504 ديال الدرهم، 509 عفوا ديال الدرهم، راه هذا فرق ديال 30 مليون ديال الدرهم، راه 3 مليارات السنتيم الفرق. اول حاجه خص السيده الرئيسه تشرح لنا، تشرح للمغاربه شنو الفرق بين ذاك الوقت 10 دالمليار ودابا 7 دالمليار قلش صريف، راه درهم الناس كيديروا عليه معارك ماشي على 200 ولا 100، على 3 دالمليار الفرق. هذا اشكال حقيقي كيطرح المصداقيه الكلام اللي كيقولوه المدبرين. الحاجه الثانيه هذاك الفائض تمت برمجته في اشياء ما عندهاش اولويه بالنسبه للمدينه وفق برنامج عمل اللي صدقت عليه ديك الاغلبيه. مش معقول دابا انتم ما درتيو برنامج عمل ديالكم، راه الماده 183 ديال القانون التنظيمي كتقول لك برمج داكشي اللي عندك وفق برنامج العمل. دابا هادشي غير بيناتهم، درتيو برنامج العمل جبتيو الفلوس شيرتيو بها في بلاصه اخرى. الحاجه الثالثه في شهر فبراير اللي داز جبتيو لنا واحد العدد الاعتمادات لغيتيوها، اشنو كتعني لغيتيها؟ كتقول محتاج بهاش وديتيها للمقبره الكبيره، جيتي في شهر 5 رديتي داك الاعتمادات قلتي عاود بغيتها، اشنو كيعنيش؟ بمعنى الانسان كيدبر بطريقه اللي هي اقل شيء هي العشوائيه، وهذا ماشي منطق ديال 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 التدبير. عاد نتكلموا على واحد هاد الحاجات يعني المرتبطه بالطريقه ديال 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 التدبير هاد الاشياء كلها، هي اللي في التقدير ديالنا انها فيها بزاف ديال الهوايه ولا تليق بعاصمه المملكه المغربيه. كنعاود نوجه النداء للسيده الرئيسه، الناس اللي كيسيروا معها، انهم ينتبهوا، هذه عاصمه المملكه المغربيه والتدبير ديالها ليس اي تدبير، مع الاحترام ديال الجماعات كلهما وكيخصهم الانتباه. يمكننا نكونوا تفهمنا الدهشه ديال المرحله الاولى، ولكن تبارك الله راه دابا سنتين عمليتين اللي داز اللي كيخصهاش ينتبه، وزعما كان 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 زعما كنديروا انتباه وقول زعما ناقص ديال الانذار ان هذا الشيء لا يبشر بخير الا استمر بالطريقه هذه. كنت في التدبير لمدة 6 سنوات، ما تذكرت مرة واحدة ما تذكرتش باللي ما ردتش على مكالمة هاتفية أو لم أعيد الاتصال بالمكالمة اللي جات عندي في أي وقت. كاين مكالمات ديال الجواب على الناس في الثالثة صباحا وفي الرابعة صباحا وأنا مستغرق في المرض. الصحفي كيأدي الدور ديالو، كيمكن طبعا الصحفي راه الناس طبو حجر، ولكن منين بغي نعطي واحد بشي حاجة أول كي الاحترام، وإلا بغيت نعت شي واحد بشي حاجه خص يكون داك الشيء ثابت باش نعتو. ولذلك انا الاحترام بالمبدا ما فيش النقاش، وهذا الشيء الاخوان الحمد لله الجسم الاعلامي يعرفون العداله والتنميه كيف كانت تتعامل معهم. السياق السياسي العام المصاحب لهذه الدوره كان متميز بالتشنج لتضافر واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي هي كانت كبرى، وواحد المجموعه ديال التشنجات اللي كانت استمرت قبل من هذه الدوره هذه، منهم على سبيل الحصر على سبيل الذكر للحصر، اولا استمرار ديال النزاعات بين اعضاء الاغلبيه المسيره لهذا المكتب، بل بين اعضاء نفس الحزب الذي يترأس هذه الجماعه هذه. ثم لاحظنا تواصل ديال التداعيات ديال الاختلاف الكبير جدا والعميق بين
رئيسة المقاطعة وما بين رئيسة الجماعة ورئيس المقاطعة المنتمين إلى نفس الحزب الأغلبي، واللي بطبيعة الحال التجليات ديالها ولا النتائج ديالها هي توقف واحد المجموعة ديال الخدمات القرب وحرمان الساكنة ديال المقاطعة ديال حسان من مجموعة ديال الخدمات الرئيسية. وكما تابع الرأي العام لاحظنا بأن واحد المجموعة ديال الأطفال منعوا من الولوج إلى ملاعب القرب أثناء الدوريات ديال رمضان، ولاحظنا القضية ديال الإغلاق ديال دار الشباب ديال المحيط حقيقة بدون تفسير. التفسير الوحيد هو هذا الخلاف السياسي اللي كاين ما بين السيد الرئيسة وما بين السيد رئيس ديال المقاطعة، ثم شفنا كذلك البروز ديال واحد المجموعة ديال الاحتقانات واللي خلفته في التقدير ديالنا القرارات الانفراديه مع مجموعه ديال الفاعلين الاقتصاديين ولا سيما ارباب ديال المقاعد وقبل منهم ديال الطاكسيات، واللي هدوا في واحد الوقت من الوقت باجراء واحد الاضراب عام. خارج هذه القضيه ديال المقاربه التشاركيه هذه الاجواء ديال التشنج راه ممكن لا الا تستمر. ثم شفنا كذلك واحد المجموعه ديال التعبير على الغضب مع ديال مجموعه ديال الفاعلين والهيئات الجمعويه واللي كتشتغل في المجال الرياضي، واللي في التقدير ديالها بان الطريقه ديال التدبير ديال مرافق القرب هي طريقه لا ما فيهاش الامور ديال الاستشاره. وشفنا كذلك في الجانب ديال العلاقات مع السيده الرئيسه مع الموظفين من بعد ديك التصريحات اللي كانت مسيئه نتج عندها واحد المجموعه ديال التشنجات والخلافات، وكانت وقفات احتجاجيه امام الجماعه امام المقر ديال الجماعه وفض الاطارده. حنا كنلتمسوا من السيده الرئيسه الله يهديك السيده الرئيسه، راه الطريقه والاليه التشاركيه هي المناسبه بالخصوص مع الشركاء الاجتماعيين المؤسساتيين اللي عندهم الوصل ديالهم مع السلطات، راه بهذه الطريقه باش يمكننا نجحوا جميع فاعلين سياسيين وموظفين وشركاء وفاعلين اقتصاديين. راه خارج هذه الاليه وبوحدي اللي كنمتلك هذه المعلومه وبوحدي اللي عندي الحقيقه المطلقه، هذه ما يمكن لا تؤدي الا هذا الاستمرار ديال هذه التشنجات اللي كاينين دابا حاليا. وفي الختام شفنا مع بعضياتنا ديك الموجه ديال القلق جراء العودة ديال الصابو إلى شوارع العاصمة رغم صدور واحد القرار اللي كان قضائي ديال المحكمة بالعدم ديال القانونية ديالو والمشروعية ديالو. في ظل هذه الأجواء الغير طبيعية ديال الدورة، الفريق ديال العدالة والتنمية أصدر واحد البيان بعدا للرأي العام اللي كيأكد رفض ديالو العودة ديال الصابو، ثم أصدر واحد البلاغ اللي كيحيط بعلما الرأي العام باللجوء ديالو برفع هاد القضيتين اللي كتعلق بالقضية ديال المطلب ديالو بإلغاء المقررين التنظيميين ديال الجماعة سواء 11 و33 والقاضيين بمنع التصوير في الدورة أثناء الجلسة العمومية ولا في التسقيف ديال الأسئلة الكتابية. كما قام الفريق ديال العدالة والتنمية بالمقاطعة ديال الجلسة الثانية لدورة مي عبر واحد البيان اللي هو رسمي. بطبيعة الحال اليوم ديال الدورة كان يوم استثنائي، مرت ساعة دون أن يحضر قبل ما كيتوفر النصاب القانوني لإجراء الدورة. بطبيعة الحال كانت المدة الزمنية المخصصة للدورة بقاتنا في حدود واحد ساعتين. الفريق ديال العدالة والتنمية كل نقطة من النقاط 16 غتكون متاح ليه دقيقة إلى دقيقتين، وهي غير كافية. لاحظتوا اليوم في الندوة غير نقطة واحدة بقينا فيها واحد الساعة باش كنفصلوا في الأمور ديالها. البلاد ديالنا والعاصمة ديال المملكة تحتاج إلى نقاش سياسي عميق بعيدا عن الأساليب ديال الصراخ وديال البلطجة اللي شفناهم من داخل الدورة في آخر المطاف، ولا كان متاح داخل المقر ديال الجماعة باش نعبروا على وجهة النظر ديالنا على الانتقادات ديالنا حقنا كمعارضة. كذلك هاد المقترحات ديالنا من أجل التجويد ديال الخدمات ديال القرب غادي إن شاء الله في الدورة المقبلة غير يمكننا ندخلوا وغنعبروا على وجهة النظر ديالنا داخل المؤسسات، ولا انتفت هاد الإمكانية ديال التعبير على المطالب ديال المواطنين والمواطنات من داخل المؤسسات غادي يلتجؤوا لكم بصفتكم سلطة رابعة اللي كتساهموا في التنوير ديال الرأي العام حول ما يجري داخل المؤسسات. حنا في التقدير ديالنا كفريق العدالة والتنمية بعدا نؤكد من ناحية نبدأ نحن ضد الفكرة ديال البلطجة، حنا مع إلى أقصى درجة من أجل التطبيق ديال القوانين، والقانون هو اللي كيمكن له ينظم هذه الأمور سواء النظام الداخلي ديال المجلس ولا كنا متوافقين عليه ولا القانون التنظيمي 111-13، هذا هو الأصل في الموضوع. داكشي اللي جرى في الدورة حنا كما قلنا من قبل حنا قطعنا قرنا المقاطعة ديال هذا، يعني ما شفناش داكشي إلا من خلال وسائل ديال الإعلام ومن خلال وسائل ديال التواصل الاجتماعي باش شفنا ديك الأمور اللي كانت. بكل صدق ما عنديش معطيات باش يمكن نقول لك بأن مع متابعين شفنا البلطجة شفناها، ولكن ديال من واش ديال السيدة الرئيسة واش ديال أعضاء واحد آخرين في الأغلبية هذه ما يمكنليش نجزم بها. حنا بجميع الحالات داك الشيء حنا كنرفضوه رفضا باتا وكنعتبروا بأن لا يليق زعما من ناحية مبدئية بواحد المؤسسة دستورية اللي كتشتغل من داخل العاصمة.